السلام عليكم ورحمة الله. يا رب الجميع يكون بخير. أولا، كثرة الزلازل من علامات القيامة وعلامات آخر الزمان، وبعض الأحاديث اتكلمت عن أن سنة مبايعة المهدي كثيرة الزلازل. لكن النهاردة مش هنتكلم كتير عن الأحاديث وعن صحة الأحاديث من ضعفها، هنكتفي بحديث واحد ونكمل في موضوع الزلزال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. واعتقد يعني كلنا شايفين ان معظم العلامات دي موجودة وحدثت فعلا. الزلازل بتزيد بوتيرة مخيفة السنوات الاخيرة. الزلزال ده بسببه اصدرت السلطات اليابانية والتايوانية انذارات تحذيرية من خطر تسونامي، واتكلموا عن ان التسونامي ممكن يتخطى 3 امتار. السلطات التايوانية قالت انه اعنف زلزال من 25 سنة فاتت، لان اخر زلزال قوي في تايوان كان بتاريخ 21 سبتمبر 99، وده كانت قوته 7.3 ريختر، والمنطقة دي كمان معروفة بالزلازل يعني، وبيحصل فيها 4 زلازل كمتوسط في السنة قوتهم فوق 6 درجات وبتوصل 7 درجات. انما زلزال اليومين اللي فاتوا اللي بنتكلم عليه، زلزال امبارح، تخطى 7 درجات واقترب من 8 درجات او زلازل الميجا الخطيرة اللي بعدها بيجي تسونامي مؤكد باذن الله، وبيتسبب طبعا في كارثة عالمية كبرى. زلزال 921، وده اسم زلزال 21 سبتمبر 1999، مات فيه 2400 شخص وإصابة حوالي 12000 شخص وأكثر من 100000 شخص مشردين بدون مأوى. زلزال تايوان اللي حصل أمس حصل بعده حوالي 11 هزة أرضية بقوة 4 ريختر، مات فيه 9 حتى الآن أو آخر تحديث يعني، ربما يكون في وقت التسجيل أكثر من كده، وأصيب حوالي 821، والأعداد طبعا قابلة للزيادة. حصل خسائر كبيرة في الممتلكات، مباني كتيرة تعرضت للهدم وانهيارات في الطرق، وسيارات كتيرة وقع عليها صخور كبيرة من أجزاء من الجبال الموجودة على الطرق السريعة زي ما احنا شايفين طبعا في الفيديوهات وبنتابع مع بعض. الزلزال تسبب كمان في أضرار لأربع دول، مش دولة واحدة، مش تايوان بس، تايوان واليابان والفلبين والصين. خطورة الزلزال ده انه اقترب من 8 درجات، وكان كمان عمقه 15.5 كيلومتر، يعني زلزال ضحل وتأثيره بيكون قوي جدا لان العمق قليل، وده بيزود قوة الزلازل عن الزلازل مثلا اللي عمقها 70 او 100 كيلو عمق تحت الارض. من يوم 29 مارس، من كام يوم يعني، وفي زلازل عالية نوعا ما على مستوى العالم، يعني بقوة 6 درجات وأعلى. لحد يوم 1 إبريل بدأت الزلازل تزيد، وضرب أول زلزال منهم اليابان بقوة 5.9، وبعديه يوم 2 إبريل حصل زلزال بقوة 6.2 ضرب جزر ماريانا، ودي قريبة من الفلبين في نفس الدايرة يعني. وبعدين يوم 3 إبريل زلزال تاني بقوة 6.4 في تايوان، وفي نفس اليوم 4 زلازل بقوة 5.7 ريختر ورا بعض في تايوان برضو، والزلزال اللي بنتكلم عليه النهاردة كان نفس اليوم اللي هو بقوة 7.6 أو 7.7. السؤال هنا، وده مكمن الخطورة، إذا كانت المنطقة دي من أسبوع والزلازل نشطة فيها، وده طبعا بإرادة الله سبحانه وتعالى ولا دخل لأي سبب فيها، هل بقى متوقع زلازل أقوى في الساعات القادمة؟ الله أعلم. المكان ده بالتحديد وخصوصا اليابان دايما الزلازل بتحصل فيه بتكون كارثية، نسأل الله السلام. وسبحان الله، قبل ما صور الحلقة بدقائق يعني كنت متوقف عند اللي أنا قلته من شوية، دخلت راجع على الزلازل، بالفعل اكتشفت أن اللي لسه قايلينه حالا حصل، وحصل زلزال جديد ضرب اليابان كمان، والمرة دي في المكان الأخطر. الزلزال كان بقوة 6.1 وفي محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان، وصل طبعا تأثيره لوسط مدينة طوكيو، وده قريب من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، يعني ربنا يستر وتعدي على خير، مع انه الوضع يعني ما يطمنش بالشكل ده ابدا. واضح ان السنة دي يعني والله اعلم مليانة احداث خطيرة وعلى كل المستويات، سواء الصيف اللي داخل علينا والله اعلم بقوة، او ثوران البراكين، او كثرة الزلازل القوية، وكمان الريح الحمراء اللي حذرنا منها وبدأت بالفعل في دول كتيرة، مع الكسوف والخسوف اللي في شهر رمضان، والمذنبات اللي في السماء، والحروب والنزاعات الموجودة،
واللي كتير من المحللين ووزراء الدفاع حتى بعض الرؤساء بيقولوا اننا على مشارف حرب عالمية تالتة، غير الازمات الاقتصادية، وده كله للأسف بما كسبت ايدي الناس. الفتن بتزداد والاحداث بتزداد خصوصا في الشام والجزيرة العربية، والعلامات واضحة وضوح الشمس لكل مؤمن مشغول باحداث الاخرة وبيشغله امر دينه ومنشغل بامته، مش عايش بدون هوية بالامة الاسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عن المسلمين في كل مكان على وجه الأرض الكوارث والمصائب والابتلاءات. الحلقة اللي جاية بإذن الله مهمة جدا وكنت مجهز لها، لكن طبعا ظهر فجأة موضوع الزلزال، هنتكلم فيها عن علامة من علامات القيامة وآخر الزمان واقتراب الأحداث الكبرى اللي حصلت فعلا في السعودية، وطبعا بالدليل سواء الدليل العلمي أو الدليل المشاهد قدامنا أو بالأحاديث النبوية. ربنا يحفظ المسلمين في كل مكان على وجه الأرض، في السعودية وفي الجزيرة العربية وفي الشام وفي أفريقيا وفي آسيا، وكل مسلم في أمريكا وأوروبا وأي بقعة من بقاع الأرض. عايز أختم آخر ثواني في الفيديو إذا كنت يعني لسه موجود معانا، فربنا يكرمك بالنصيحة دي، وبنصح نفسي طبعا قبل ما انصحكم. رمضان يا جماعة خلاص فاضله أيام أو ساعات يعني، لأن طبعا الشهر كله عدى زي الصاروخ زي ما احنا شايفين. بلاش نضيع الأيام اللي فاضلة في رمضان، بلاش نضيعها، وتكون نيتنا ان احنا نستمر على الخير ده اللي بيكون موجود في شهر رمضان بقدر الامكان. الخير في ان احنا نتقرب لربنا سبحانه وتعالى، فبلاش نضيع الايام اللي فاضله. واذا كنت قصرت فانت لسه قدامك كام يوم تقدر تعمل فيهم اللي ما يتعملش، ودي فرصه والله. ومش عايزين يعني مش عايزين نندم في الاخره، ربنا يعافينا واياكم. ندم الدنيا ده امر تافه جدا وسهل وملوش يعني مفيش منه اي مشكلة، لكن ندم الاخرة يعني ربنا يسلم، لا في رجعة وحصرته كبيرة قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يرضى عنا وعنكم، وما نضيعش الكام يوم اللي فاضلين في رمضان. وزي ما قلنا كلنا قصرنا نبتدي نجتهد فيهم، واوقات كتير والله بتضيع مننا في امور مهمة وفي امور تافهة، لكن الشهر ده بيجي مرة في السنة وفرصة تعيننا على الطاعة، فبلاش نضيعه. ربنا يبارك فيكم، وما تنسوش ندعو لأهلنا في غزة ولكل مسلم على وجه الأرض، ونكثر من تلاوة القرآن الكريم ومن ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.